لمزيد من المتابعة تنضم إلينا الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الإعلام جامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام السابق. بعد التحية دكتور، كيفية وجود الجامعات المصرية المتطورة وكيف ترين هذه الجامعات المتطورة التي تقوم بها الدولة حاليا؟ طبعا في جهود كبيرة جدا بتبذل ومن سنوات لكي تتطور جامعاتنا وتواكب كل المستحدثات اللي بتحصل في العالم. فطبعا لا، في جهود كبيره جدا بتبذل سواء من حيث زياده عدد الجامعات وتنوعها وزياده التخصصات الجديده المستحدثه المرتبطه بالتطور التكنولوجي والاحتياجات الجديده في سوق العمل، سواء لان طبعا سوق العمل اصبح ما هو سوق محلي. اصبحنا دلوقتي بنسعى للمنافسه على مستوى سوق العمل العالمي المتغير بشكل سريع ومستمر. ايضا كمان طبعا احنا بنسعى الى اننا يعني نواكب ده في كل المجالات. يعني احنا على سبيل المثال في كليه الاعلام شغالين على التطوير المستمر والتحسين المستمر، وان احنا يعني الحمد لله استطعنا اننا نحصل على الاعتماد الدولي للكليه من الهيئه الالمانيه للاعتماد الدولي، وده كان انجاز لانه بياكد لنا ان من خلال مراجعه موضوعيه ان برامجنا ومقرراتنا وطرق التعليم والتدريس والتاهيل للاعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه والربط بين العمل وبين الدراسه والبحث العلمي وكذلك التدريب الميداني والعملي، ان احنا ماشيين على الطريق. نعم. وبالتالي لا، في تطوير مستمر لكل ابعاد العمليه التعليميه. الجامعات كلها بتسعى الى انها تشجع اللي بيشتغلوا فيها على انهم يتطوروا بشكل مستمر. وطبعا زي ما اشار التقرير السابق لحضرتك، جامعه القاهره مثلا على سبيل المثال الحمد لله يعني كل سنه في تقدم. نعم. في التصنيفات الدوليه، وده مؤشرات مهمه جدا. ايضا عندنا كثير من الاساتذه، واحنا في كليه الاعلام بدا عندنا اساتذه كتير ينشروا دولي، وده شيء مهم جدا. كمان بنربط بحثنا بالمجتمع وقضاياه ومشكلاته. يعني احنا عندنا خطه بحثيه مثلا مربوطه برؤيه مصر 2030. نعم. وبالتالي بنسعى الى اننا في كل جوانب العمليه التعليميه نطور، والطلاب بنشاركهم معانا. يعني حضرتك احنا يعني بنهتم بان الطلبه يبقوا معانا بارائهم وتصوراتهم. المشاركه المجتمعيه برضو في تطوير المناهج والمقررات والبرامج. كيفيه الاستفاده من هذا الاعتماد على وتدخل الطلاب في واشراكهم في العمليه التعليميه والاخذ بافكارهم الجديده، كيفيه الاهتمام بهذا وتنفيذه على ارض الواقع؟ طبعا مهم جدا، لانه حضرتك طلابنا يعني وخريجينا اولا طلاب، كمان احنا بنوفر لهم انهم يسافروا اثناء الدراسه في منح دراسيه وللتدريب في الخارج، بيعرفوا ايه اللي بيحصل في الخارج. يعني احنا حريصين على اننا ما نتاخرش واننا نبقى مواكبين لكل التطورات. استحدثنا برامج جديده وتخصصات جديده. نعم. تواكب الحاضر. يعني احنا دلوقتي مقررات كتير عندنا مربوطه بالذكاء الاصطناعي، لانه الذكاء الاصطناعي ده اصبح دلوقتي اخر احدث تطورات في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بنستخدمه، وحاطين مقررات للتدريس الطلاب وان احنا نعرفهم ده ليه بقى، عشان يقدروا يخرجوا يبقوا فعلا جاهزين ان هم يقوموا بدورهم في خدمه بلدهم. لكن دكتور ليلى، هذه البعثات التي تقوم بها الجامعة للطلاب، هل هي مقتصرة على طلاب معينين أم لكل الطلاب الموجودين في الجامعة؟ جامعة كلية إعلام تحديدا. في تكافؤ فرص، وطبعا قبل حضرتك ما بتصفري الطلاب بتتأكدي بتعملي لهم اختبارات عشان تختاري وتنتقي الطلاب اللي هيبقوا مناسبين لده، لكن هو متاحة للجميع. يعني نعم. احنا عندنا برامج باللغة الإنجليزية وبرامج باللغة العربية، وطبعا المفروض ان الطالب اللي هيسافر يكون بيعرف لغة على الأقل. أكيد. فلذلك احنا حتى مهتمين في كلية الإعلام من أول يوم بيدخل الطالب نقول له ان اللغة مهمة جدا. انه ان انت تطور إمكانياتك التكنولوجية مسألة مهمة جدا، العالم كله واحنا الحمد لله الطلاب عندنا متميزين، وبنعمل لهم برامج كمان تدريبية مستمرة في الكلية.
يعني بشكل نوعية هذه البرامج دكتور ليلى، ماذا عن نوعية هذه البرامج تحديدا؟ يعني مثلا هقول لحضرتك على حاجة، يعني احنا بنشوف في ورش العمل بنجيب مدربين متميزين بيدوم، يعني مثلا عايزين ندربهم على صحافة البيانات، نعم، على صحافة المحمول، على مثلا صناعة المحتوى، كل الحاجات الجديدة دي المربوطة تكنولوجيا بالعصر الحالي. بالضبط بالضبط. وطبعا مثلا عندنا لسه مؤخرا بنعمل لهم الصحافة والذكاء الاصطناعي، بنعمل لهم كل الموضوعات اللي هي كمان تكمل اللي احنا بنقوم بيه في الدراسة. يعني احنا الدراسة عندنا مش نظرية بحتة، احنا عندنا دراسة يعني تقريبا 50% منها عملي، والعملي عندنا داخل الكلية عندنا استوديوهات ومعامل ومطبعة وصحف بتطلع إلكترونية وورقية، يعني وإذاعة على الإنترنت، يعني كل ده بيتدرب فيه الطلبة جوه الكلية، بعدين بيخرج يتدرب كمان في المؤسسات الإعلامية والإنتاجية والخدمية على إنه إزاي يخرج يشتغل. فطبعا دي كلها الحقيقة طبعا في ضوء طبعا الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة والخطة الاستراتيجية لكلية الإعلام اللي احنا كل فترة بنراجعها ونقيمها ونشوف نفذنا ايه ونفذناش ايه. فالعملية الآن أصبحت كلنا بنشتغل على التطوير، بنشتغل على التحسين، بنشتغل على إننا نقدم خدمة تعليمية متميزة، منتج من الكلية متميز متمثل في الطلاب والخريجين اللي بيخرجوا من الكلية، وكذلك البحوث العلمية اللي احنا عندنا برضو خطة ورؤية إننا تبقى بحوث متطورة بتستخدم أساليب بحثية وأدوات بحثية جديدة بتطلع بنتائج تفيد المجتمع ونتائج تطور الأدبيات بتاعتنا في العلم وتضيف. فإحنا الحقيقة كل ده بنشتغل عليه والجميع بيشارك فيه، يعني كل أطراف العملية التعليمية من الأستاذ للمساعدين بتوعه من الهيئة المعاونة للمعيدين والمدرسين المساعدين للطلاب نفسهم للمجتمع نفسه بيشارك معانا بأشكال مختلفة، سواء من الإعلاميين أو من أطراف المجتمع المختلف، لأننا العملية متكاملة وكلنا بنشتغل على أننا نصل بتعليمنا إلى مستوى راقي، مستوى متقدم، مستوى لا يقل على عن اللي بيحصل في الجامعات المتقدمة وجامعات الجيل الرابع، وعندنا تحول رقمي، عندنا اهتمام بالنسبة للتحول الرقمي. المستقبل هو للمحتوى الرقمي في الأيام المقبلة وفي المستقبل القريب. كيفية يعني استعداد الطلاب وتأهيلهم لصنع هذا المحتوى تحديدا؟ أنا عايزة أقول لحضرتك بداية إن الجيل الجديد من طلابنا اللي بيلتحقوا بالكليات هم أصلا بيشتغلوا بيعتمدوا على الرقمية، بيعتمدوا على التعامل مع التكنولوجيا دي، فبالتالي هم عندهم استعداد كبير جدا وبعضهم شاطرين جدا يعني متميزين. فحضرتك لما بيدخل الكلية احنا بقى بنشتغل معاه على ده، يعني بحيث ان هو يعني مثلا بيقدر ينتج محتوى رقمي على كافة وسائل ووسائط الإعلام، ويعرف يستخدم بقى كل الأدوات وكل الوسائل المعينة ووسائط المتعددة اللي ممكن تقدم محتوى رقمي. فهو بيشتغل من البداية في الكلية من أول سنة أولى في المشروعات اللي بتتقدم، يعني احنا في كل مقرر في مشروعات في تكليفات في كذا، كل ده بيشتغل فيه على ده، على انه ينتج محتوى يقدر يصلح لكل الوسائط التعليميه. دكتور ليلى، على ذكر المحتوى الذي يصلح لجميع المواطنين، اساسيات هذا المحتوى الجيد حتى نستطيع ان نرسل به رساله طيبه لكل الجمهور ولكل الاعمار. طبعا احنا لازم نركز على حته ان احنا بنقدم محتوى بيلبي الاهتمامات والاحتياجات الضروريه للمواطن، يعني يعالج قضاياه ويعالج مشكلاته، يعني المسؤوليه الاجتماعيه مهمه جدا، يعني دي برضو جزء من اللي احنا بنهتم بيه في اللي هو الجانب الخاص باخلاقيات المهنه والمسؤوليه الاجتماعيه للاعلامي، طبعا نعم. دي بنركز عليها جدا، فهو لازم يكون فاهم اولا ودارس ايه اللي المجتمع محتاجه نعم. عشان يتطور ويتقدم، فالمحتوى بتاعه اولا يبقى محتوى جيد متنوع مدروس قايم على المعلومات، يعني مشتغل على انه جايب معلومات وجايب معلومات صحيحه وكامله ودقيقه بيقدمها،
كمان بقى الناحيه الشكل، الناحيه الشكل بقى اللي هيستخدمه اللي هو يتناسب مع يبقى جذاب ومشوق ويقدر يوصل بيه طبعا احنا بس بنستعمل دلوقتي نعلم الطلاب ازاي يعملوا انفجراف مثلا. نعم. دي حاجه مهمه جدا، ازاي يعملوا استخدموا الادوات الهويه، الادوات البصريه المختلفه اللي تساعد في انه يقدم محتوى يشد الناس، وفي نفس الوقت لازم يكون محتوى مرتبط بالناس وباهتماماتها، مش محتوى تافه ولا هدفه بس انه يعمل اثاره ولا هدفه بس انه هو يجيب ترند ويعمل شو. لا، الهدف الاسمى هو اننا اللي احنا بنقدمه يغير الناس، يخدمهم، يساعدهم في انهم يعيشوا حياه افضل، يحققوا جوده الحياه لنفسهم ولاسرهم والمجتمع. على ذكر جوده الحياه واشراك الطلاب في المجتمع، الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو كل طلاب الجامعات المصريه الى المشاركه في المبادرات مثل مبادره حياه كريمه، كيف ترين هذا التوجه؟ طبعا حاجه مهمه جدا واحنا برضو مهتمين بيه. عايز اقول لحضرتك كل مشروعات التخرج عندنا في كل البرامج والاقسام العلميه بتشتغل على المبادرات. نعم. يعني المبادرات، مبادره حياه كريمه، مبادره الدلتا الجديده، كل المشروعات اللي الدوله اعلنتها مثلا حياه صحه أبيت الاهتمام بالصحه، المبادرات الصحيه، المبادرات اللي في كل المجالات، وبالذات بقى ان هم في المشروع التخرج لازم يختار موضوع من هذا النوع وبينزل بقى للمشروع نفسه وبيشتغل بقى بيتقابل مع دور الطالب في هذه المبادرات ماذا عنه وشكله بيكون عامل ازاي؟ دور مهم جدا. اولا بيخليهم يحسوا بان بلدهم بتعمل ايه، يعني يشاركوا فيه ويساعدوا في ان احنا كاعلاميين واعلاميين شبان بقى يعني بيعملوا الشغل ده، عايزين يوصلوا لكل فئات المجتمع المشروعات دي واهميتها وفائدتها وازاي ان احنا كلنا نبقى شركاء، لانها كلها بتسعى للتنميه المستدامه وبتسعى الى اننا يعني بلدنا تبقى افضل وتبقى احسن. فالولاد لما بيشتغلوا ده اولا هم بيعرفوا بيفهموا كويس قوي. هل دورهم دكتور ليلى مقتصر فقط على التوعيه فقط للمواطن المصري ام هناك ابعد من هذا الدور؟ لا طبعا، مش بس مجرد التوعيه، ان انت الى جانب التوعيه ان حضرتك بتخلي الناس يهتموا بالمشاركه بده ويعرفوا ان التنميه دي هم هدفها وبالتالي يشاركوا فيها بدور، يعني ما يبقاش المواطن سلبي، يعني ان احنا نفكر في طرق مبتكره ومبدعه لمساعده يعني تطوير مثل هذه المبادرات. يعني احنا ممكن نقدم رؤى، شباب يقدموا رؤى جديده وافكار جديده ويشاركوا بده، وكثير منهم الحقيقه بيستمروا وبيشتغلوا في العمل ده يعني حتى بعد ما اتخرجوا، ويعني على طول عندنا ندوات وعندنا لقاءات وعندنا شغل مع اللي بيشتغلوا اللي قائمين على المشروعات والمبادرات دي. الطلبه بيعملوها، هم اللي بينظموها وبيناقشوهم وبيعملوا لهم حملات اعلاميه، بيساعدوهم على بيساعدوا بدور، بيقوموا بدور الاحساس بان انا مشروعي مش مجرد ان انا باخد بيه بنجح بيه وباخد بكالوريوس ولا كده، لا ده ممكن وكتير. يعني عايز اقول لحضرتك احنا عندنا مشروع اتعمل كان على ذوي الهمم. نعم. الاعلام وذوي الهمم، وطبعا لما وصل الى الرئيس ووصل يعني الرئيس السيسي وطلب انه يكون من ضمن الحاجات اللي يستعينوا بنتائجها وبالشغل اللي فيها في التعامل مع ذوي الهمم. نعم. لا يعني فاحنا عندنا المشروعات بتاعتنا كمان بندخل بيها مسابقات على مستوى المحلي وعلى المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي، تاخد جوائز، وبالتالي برضو بنوصل للعالم شبابنا بيفكر ازاي. بالتأكيد. احنا حريصين على انه يفكر بشكل نقدي، حريصين على انه يعمل مشروعه الخاص. يعني عندنا في الجامعه ماده اسمها رياده الاعمال، بنعلم الطالب ازاي يعمل مشروع صغير. يعني الحكايه مش كل ان انت تتخرج تشتغل موظف، لا، انت ممكن تعمل مشروعك الخاص، مشروع خاص بالاعلام ولا بعيدا عن الاعلام؟ لا في الاعلام، يعني مربوط بتخصصه طبعا. نعم. هو بيبقى بيخرج يشتغل في تخصصه، لان الاعلام الحقيقه اصبح اوسع من ما كنا نعتقد زمان. يعني مش مجرد بخرج ناس تشتغل صحفيه او مذيعه او مخرجه او لا،
حضرتك كل الشركات والمؤسسات والمشروعات الانتاجيه والخدميه محتاجه اعلاميين بيشتغلوا بالطريقه الجديده، كلها عندها صناعه المحتوى، ده ضروري عشان تتعامل مع العملاء بتوعها، تتعامل مع اللي بتقدم لهم الخدمه، فكل دول اولادنا بقى دلوقتي بنعلمهم انهم يخرجوا يقدروا يشتغلوا في الوظائف الجديده دي غير الوظائف اللي كانت تقليديه من 10 سنين مثلا. بالتأكيد. دكتور ليلى، هناك توجه كبير في المجتمع المصري والدولة المصرية نحو تبادل الثقافات بين الجامعات المصرية وأيضا الجامعات الأجنبية، سواء الموجودة هنا في مصر أم الموجودة في الخارج. هل هذا توجه موجود أيضا في كلية الأعلام؟ آه طبعا، إحنا مهتمين جدا بده، يعني ده إحنا عندنا عاملين مركز للتبادل الثقافي والعلاقات والتواصل الثقافي مع الثقافات الاخرى ومع العالم. وباستمرار يعني طبعا بيبقى فيه ناس بتجيلنا يجوا يكلموا طلابنا، واحنا كمان بنبعت تبادل طلاب، تبادل اساتذه، في اتفاقيات دوليه مع مختلف انحاء العالم، لان احنا حريصين جدا على ان الطالب بتاعنا ينفتح على كل ثقافات، يقدر يعرف الاخرين بيفكروا ازاي، وكمان يقدم يعني كمان في بعض الحاجات الطالب بيشارك فيها عشان يقدم صورة إيجابية عن بلده ويقول بلدنا فيها إيه، يعني لو عمل مثلا موقع إلكتروني مجموعة طلاب يعملوا مع بعض عشان يوصلوا للعالم صورة صحيحة عن مصر، صورة حقيقية عن اللي بيحصل فيها عشان العالم يفهم وإحنا نفهمه، فدي برضو من مسؤولياتنا ودي اللي احنا مهتمين بيها في كلية الإعلام. شكرا جزيلا دكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الإعلام جامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام الأسبق، شكرا جزيلا لك.